وياك انا اصير حسولي دائما وين بتروح في الكافي ونبي هلا وسهلا. نبض الأمل والإيمان التي تغنى بها كل فنان. نبض الأمل والإيمان. فلسطين الحرف الحزين على الجدران التي كتبت المجد للتحرر من العدوان. ليبقى العلم الفلسطيني يرفرف في كل مكان. هذه الإنجازات العظيمة التي أقرها مجلس الوزراء والتي يتابعها بنفسه رئيس الوزراء المحترم تأكيدا منه على صدقية مجلسه وعلى صدقية التوجه لبناء هذه المحافظة والعمل الجاد من أجل تطويرها، فهي محافظة فعلا تستحق في كل المجالات. هذه المنطقة فعلا عانت كثيرا وتحديدا مشكلة الكهرباء. لا أريد الحديث أكثر مما تحدث به الأخ سفيان. هناك مشاكل كثيرة تعاني من هذه المنطقة، هذه المنطقة والتي تحتوي على عمليا أكبر حوض مائي في المنطقة. نخشى التلوث، ونخشى أن ينعكس هذا التلوث على صحة الآدميين في هذه المنطقة. يشرفني أن أكون بينكم اليوم في كنف هذه المحافظة الصامدة التي يسطر أهلها كل يوم صورا في البقاء والثبات. فقرى وبلدات هذه المنطقة شمال طول كرم لا يجمعها فقط مجلس مشترك للخدمات، بل ورسالة واحدة ولغة مشتركة في العمل الدؤوب الموحد في التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز صمود شعبنا. وهنا أضم صوتي لصوت عطوفة المحافظ. الواقع الآن طول كرم، محافظة طول كرم أصبح قدوة في الأمن، أصبحت قدوة للأمن في جميع المحافظات، ونسعى لتكريس الأمن كما هو في طول كرم. وبحييكم كما أمر الأجهزة الأمنية، شكرا لجهودكم، شكرا لجهود الأخ المحافظ على الأداء المتميز والذي سيكون قدوة لنا في كافة المحافظات إن شاء الله. الأخوات والأخوة، تواصل مؤسسات دولتكم ورغم الصعاب تنفيذ برامج عملها الهادف إلى تطوير الخدمات وتوفير مقومات الحياة الكريمة. هذا البرنامج الذي يتمحور بشكل أساسي حول تنمية قدرة المواطن الفلسطيني على النهوض والصمود وضمان الاستجابة الفاعلة والسريعة لاحتياجاته كأدوات أساسية لاستنهاض طاقات شعبنا وإمكانياته في بناء المؤسسات وتطوير التدخلات الحكومية. وتعد هيئات ومجالس الحكم المحلي في كل شبر من أرض وطننا شريكة أساسية وحيوية لنا في هذا العمل. فأنتم القادرون على التعامل الإيجابي والبناء مع احتياجات أبناء شعبنا وبلورة المشاريع التنموية الحيوية. ومعكم وبفضل جهودكم سنمضي موحدين للوصول إلى هدفنا في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني. معالي وزير الأشغال المهندس ماهر غنيم. مهندس وليد عساف. معالي وزير الطاقة الدكتور عمر كتاني. معالي وزير التربية والتعليم الدكتور علي أبو زهر. نتأمل إنجاح هذه الزيارة بالإعلان عن بعض المشاريع في الطاقة والمياه والطرق، وإن شاء الله هذه المشاريع ستخفف المعاناة عن المواطنين في منطقة الشعراوية، ونتأمل بأن يكون المزيد والمزيد للتطور والتقدم في وطننا الحبيب. Thank you.
واضح الاهتمام الذي توليه القيادة الفلسطينية لمحافظة طولكرم، وهذا بدليل أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قد تم عقدها بالمحافظة، وتم إطلاع السادة الوزراء عن مشاريع هامة واستراتيجية يجب أن نقوم بتنفيذها في هذه المنطقة حتى ترفعها من النواحي الاقتصادية، سواء كان على الصعيد الصناعي أو الصعيد الزراعي. طبعا الاهتمام اليوم منصب حول مشروع كبير، مشروع يوحد شبكات الكهرباء في كافة مناطق الشعراوية ومدها بخطوط ضغط عالي من مدينة طولكرم، وأيضا خط دعم من مدينة جنين من المحطة التي نقوم بنائها في تلك المنطقة. هذا سيعزز هذه الشبكة ويمنع الانقطاعات ويقلل من الفاقد ويكون من وراءه نهضة صناعية وزراعية للمحافظة. طبعا نعرف أن هذه المنطقة هي منطقة زراعية من الطراز الأول، وكذلك هي منطقة سياحية، ولذلك يجب أن تتمتع بكمية من الطاقة الكهربائية الكافية. المشروع الذي سيعلن عنه دولة رئيس الوزراء اليوم هو بقرابة تكلفة $1,000,000، وكله عبارة عن كوابل حديثة ومحولات، وهذه من أجل أن يكون هناك نظام كهربائي صحي، وآن الأوان أن تتمتع هذه المحافظة بنظام كهربائي مستقر وقادر على تلبية الاحتياجات. نحن نتلمس واقع المجتمع الفلسطيني بشكل عام، نزور جميع المحافظات. الأمس كنا في بيت لحم، اليوم في طولكرم في منطقة الشعراوية. توجيهات الأخ أبو مازي دائما للاطلاع على أحوال واحتياجات المواطنين في كافة مناطق الدولة الفلسطينية. جينا اليوم إلى منطقة الشعراوية، هذه المنطقة التي نفتخر فيها الواقع، كرة متقدمة، كرة ملتزمة ومجالس محلية ملتزمة بما عليها من واجبات، كذلك يجب أن نلتزم بما علينا من واجبات تجاهها أيضا. بحثنا في جميع احتياجات المنطقة من ناحية الكهرباء، المياه، مشاريع الطرق الزراعية، تعبيد الطرق إلى آخره، وقد أعطيت موافقات سريعة جدا لمشروع صيانة شبكات الكهرباء في جميع 14 تجمع بلدي ومحلي في هذه المنطقة. سنقوم على الفور بعملية صيانة لشبكة الكهرباء بشكل كامل. هذا المشروع رصدنا له حاليا $790,000، قد يحتاج إلى أكثر من هذا المبلغ. الحكومة ستقوم بتكملة المبلغ المتبقي لهذا المشروع حتى ننجز على أكمل وجه ونحسن الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة. سيكون هنالك مشاريع عديدة من حيث تعبيد الطرق، مشاريع مياه، صيانة آبار ارتوازية، نقل مياه من مناطق إلى أخرى، المناطق التي تتأثر ولا يوجد بها مياه سنقوم بتزويدها بالمياه بطاقة أكبر. جميع المشاريع التي تم مناقشتها هذا اليوم بتعليمينها للمدارس أيضا سنقوم بتلبية احتياجات هذه المنطقة بشكل سريع. آمل أن يكون خلال الأشهر القادمة إنجازات على الأرض. أما بالنسبة لمشروع الكهرباء وهو المهم والأهم في هذه المنطقة فقد تمت الموافقة عليه نهائيا، وإن شاء الله سنبدأ بطرح العطاء في أقرب وقت. وعن المستحقات المكلفة بالنسبة للبلديات التي لم تدفع ما عليها؟ بدأنا بدفع الرسوم. البلديات التي تدفع واجباتها تجاه الحكومة نقوم الآن بتسديد التزاماتنا تجاهها. تم تحويل بعض الأموال لبعض المجالس البلدية، سنقوم بتحويل رسوم النقل على الطرق لبعض البلديات الأخرى خاصة البلديات الملتزمة. يجب أن نكافئ كل بلدية ملتزمة من حيث المشاريع، من حيث الرسوم التي هي بحاجة لها ومفروض عليها، سنقوم بسد هذه الرسوم لكافة البلديات. مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو السائد. السلام عليكم. هذه الزيارة لمنطقة الشعراوية هي تأتي وتندرج في هذه السياسة التي يتبعها دولة رئيس الوزراء للالتقاء والاجتماع بالمسؤولين في هذه المنطقة. وكما تشاهدين نحن في مبنى مجلس خدمات الشعراوية لنلتقي برؤساء المجالس القروية والبلدية حتى نسمع منهم مباشرة عن احتياجات هذه المنطقة، وخاصة فيما يتعلق في الكهرباء، حيث سمعنا قبل أسبوعين أو ثلاثة عندما انعقد مجلس الوزراء في طولكرم عن حاجة الشعراوية لتأهيل شبكة الكهرباء، ولذلك جئنا لنطلع بالتفاصيل على هذا المشروع علما
بأنني قمت وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء بتقديم هذا المشروع إلى بعض الصناديق العربية الممولة، وتم اعتماد هذا المشروع بحمد الله. اليوم كان في مجموعة من المشاريع اللي بتخص محافظة طول كرم بشكل عام، وفي أيضا مجموعة من المشاريع التي تخص منطقة الشعراوية. هذه المشاريع من عدة وزارات، لكن فيما يتعلق في وزارة الحكم المحلي تتعلق هذه المشاريع في جدران استنادية، تتعلق أيضا في بنى تحتية، وهنالك أيضا مشروع مدرسة. هذه المشاريع جاري العمل عليها منذ العام 2013، تحديدا من شهر 7 2013، منذ حوالي أسبوع زمان فلوس هذه المشاريع أصبحت جاهزة، والآن كانت هذه الجولة لافتتاح هذه أو لوضع حجر أساس لهذه المشاريع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك، تحت رعايتك إن شاء الله هذا المشروع يرى النور وسيقدم عليك كل أبناء الوطن. شباب زيحوا شوي، مش كل المهندسين شو بدكم انتو والعمال تبنوا. زيد اطيه دكتور، زبط لازم رصيت مرتك مية على طريق ده مية عشان نمسي. بقول لكم الحجر بدون مش الحجر اللي بيحطوا لازم يتبل طبعا النقاط دي. تفضل يلا يا سيدي. مشروعنا فكرته الأساسية بلشت من 10 سنوات تقريبا. أجت الفكرة، إحنا منطقة اقتصادها بيعتمد على الزراعة بشكل أساسي، كانت الفكرة الأساسية إنه إحنا بحاجة لشيء من ضمن التنمية المستدامة أو فكرة دعم اقتصاد المنطقة بشكل كامل. الفكرة بدأت ب10 سنوات من حلم إنه إحنا نعمل شيء في هذه المنطقة. بلدية عندها مشروع بهذا الحجم، تم شراء الأشياء اللي أنت شايفها هون على مدى 10 سنوات، قطعة وأرض ظلم لغاية ما إحنا الآن وصلنا للحلم اللي إحنا واقفين عليه مع بعض. الفكرة كانت إنه إحنا بدنا مشروع يخدم منطقة وليس فقط بلد. اخترنا هالشارع هذا وهي المنطقة هون. من هذا الشارع أنت بتربط طول كرم مع جنين، بتربط نابلس، عندك طباس وكباطن. هيك احنا بنقدر نغطي اكبر قدر من الشرائح. اكيد طبعا هيك احنا بنقدر نغطي اكبر قدر من الشرائح المجتمعيه. احنا دعمنا اقتصاد منطقتنا ودعمنا اقتصاد بلدنا بشكل صحيح. بدانا بخطوات بطيئه ولكنها خطوات ثابته، والحمد لله احنا اليوم في اول خطوات نجاحنا بحضور حضرتكم جميعا. اهلا وسهلا فيكم.